الأهلي الأفضل يتعادل مع بالميراس بدون أهداف في الشوط الأول ويؤجل الحسم للشوط الثاني بمشيئة الله. نطلع فاصل ونرجع نشوف أخبار الشوط الأولاني وآراء نجومنا الكبار. نرحب بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، في الشوط الأول الأهلي كان الأفضل، الأهلي كان مقنع، الأهلي كان الأقرب للوصول للمرمى، ولكن ما زالت المحصلة أو نتيجة الشوط الأول 0-0. الأهلي كان الأكثر ضغطا، الأكثر وجودا في الملعب. الأهلي حاول، الأهلي اللعيبة كلها الحمد لله في الحالة البدنية بتضغط على لعيبة بالميراس، خليهم مفتقدين كل شيء، مش قادرين يعملوا أي خطورة على فرقة نادي الأهلي، وإن كان تبقى طبعا في كرة أو اتنين من الأطراف بغلطة مثلا إنك أنت ما بتعملش رقابة جيدة مثلا، أو كرة ثابتة زي الكورنر، أي شيء. الأهلي ليه بعض الأخطاء التحكيمية على منطقة ضربة جزاء بتاعت بالميراس، كان دي ممكن تبقى خطورة ونعمل منها إحراز هدف. ما زلنا بندور على عمرو السولية بجانب طاهر محمد طاهر وورت بوالي، يعني جرأة، يعني تحرر شوية ودخول جوه منطقة الجزاء، لأن حتى محمد هاني لما بيطلع ناحية الطرف بيبتدي نشن على لاعب واحد بس اللي هو موجود، اللي هو والتر بواليا. بواليا النهارده عامل مجهود كبير قوي في التكوف لفوق، بياخد كل الكور الطويله، عنده ثقه في نفسه، بيحاول يراوغ، بيحاول يخش، وده اللي احنا محتاجينه، ده اللي احنا محتاجين ان انت تضرب اكتر من خط في فرقه بالميراس، تهزهم نفسيا، تخليهم زي ما انت عامل فيهم الشوط الاولاني، مش قادرين يتحركوا، مش قادرين يفكروا ازاي يبتكروا ان هم يجوا لك باي كوره يهددوا مرماك، بيعتمدوا على سرعتهم في استلامهم الكوره، كرة او اتنين تلاتة في 45 دقيقة. الحمد لله انك انت شكلا وموضوعا انت الاقوى وانت الاقرب. كابتن علاء، يمكن مسكنا نص الملعب الشوط الاولاني، كان في بعض البطء شوية في التحول من الدفاع للهجوم، وبرضو في بطء في نقل سرع الهجمة من نص ملعبنا للنص الثاني، لكننا في الاخر بعد امتلاكنا نص الملعب افتقدنا شوية برضو الفعالية على المرمى. العدد ضم قليل جدا ايمن، حتى تمسك الكرة بستنى كتير قوي لحد ما يكمل. في حاجة قدام بتحصل، اللي هم الثلاثة اللي بيلعبوا إذا كان محمد مجدي وورتر بوالي وطار، محمد طار مش متخاضين بمركز، يعني كتير مثلا تلاقي بوالي ناحية الشمال، تلاقي مجدي في النص، تلاقي طار ناحية اليمين. هو واضح إن مستر موسيماني حرية الحركة هو اللي سايبها كده، يعني حتى ما كان بدأ بواليا ومحمد مجدي ناحية الشمال وطار ناحية اليمين. أوقات كتير قوي في المباراة بتلاقي الثلاثة بيتغيروا، مفيش مشكلة، بس هي المشكلة أيمن الكثافه العدديه عندك هجوميا بتبقى قليله جدا. لازم الدفاع الهجوم اكتر من كده، شكلك طبعا احسن، مستحوذ اكتر، انت ممكن تعمل يعني ضغط اكتر من كده، لكن يبقى السؤال او يبقى حاجه دايما موجوده، الخطوره مش بكم الاستحواذ اللي انت فيه، يعني الخطوره مش كتيره، يعني ما يعني مش على قد استحواذك لازم تبقى اكتر من كده، اكتر من كده عدديا في الحته الهجوميه. يمكن طار اكرم، انا عجبني قوي الشوط ده، اكرم هايل، ايمن اشرف كويس قوي، لازم حمدي فتحي، لازم عمرو السوليه يكمله. بس عايز اقول لك زي الضغط، اقول لك حاجه ايمن، زي الضغط اللي عملها عمرو السوليه بالظبط، شفت عمرو كان فين؟ هو لازم كده، لازم حمدي وعمرو السوليه يزول قدام شويه، يبقى انت كده تبقى ضاغط كويس. اتفضل. ماتش زي ده لازم نستغل انصاف الفرص زي بتاعت عمرو. بص يا ايمن، فرصه عمرو دي كانت لازم جول، كنت انت استريحت خالص طبعًا. انت برضو يا ايمن بتلعب، شكلك نوعا ما احسن، بس برضو انت مضغوط، انت عايز تكسب النهارده. عارف لو في شويه سن تدوق شويه شكلك يبقى احسن من كده بكتير، لكن لازم مستر موسيماني يكمل الضغط الهجومي اللي هو عاملها. في اخطاء كتير جه عندهم في قلب الدفاع، ولازم يستغل الفرصه، لازم يتكلم دلوقتي ان الفرصه دي هي فرصه البرونزيه. لازم يتكلم اللعيبه على دي، ولازم حته الكثافه الهجوميه تزيد شويه لقدام. كابتن هاني، اداء مقنع للنادي الاهلي الشوط الاولاني واداء اكثر من متواضع للبالميراس. ده صحيح، يمكن النادي الاهلي النهارده اعتقد بيأدي اداء جيد، خلينا نقول على مقارنه طبعا، احنا دايما بنقارن المباراه اللي فاتت بالمباراه ديت على مستوى الاستحواذ، احنا الافضل، بنطلع بالكره بشكل افضل شويه، عندنا بعض العيوب في النواحي الهجوميه، النواحي الدفاعيه ماشيين فيها بشكل رائع، بس نخلي بالنا من الكرات العرضيه، في كوره لادريانو الكرات العرضيه بيشتغلوا بيها بشكل مميز جدا، نخلي بالنا منها، غير طبعا الكرات الثابته. على الشكل الهجومي اعتقد عندنا نقص شويه في الكثافه الهجوميه في وقت من الاوقات، وده اللي مخرج بواليا بره ال18 كتير، احنا محتاجين بواليا يكون جوه ال18، عشان يكون بواليا جوه ال18 ما يخرجش كتير، لازم في اعتقادي الشخصي نستغنى عن واحد في نص الملعب من الثلاثه بتوع نص الملعب وينزل اي طرف، يعني انا في اعتقادي لو
شريف ينزل الشوط الثاني مكان واحد من الثلاثه بتوع نص الملعب، او حتى صلاح محسن كطرف شمال. عدلت اول ربع ساعه برضو لسه بنقول ان عدلت قفشه مش على الخط، قفشه عايز يكون متواجد في نص الملعب، لازم يخش على جوه شويه. ولما قفشه يمكن الكرة حتى اللي كمل فيها في ال 18 والفرصه اللي جات له كان المفروض يلعبها بشماله، ما عندوش القدرات الهجوميه ديت. يعني قفشه بيوصل كويس قوي لكن القدرات الفينشنج على المرمى مش بتاع قفشه. فانا وجهه نظري الشخصيه انك تنزل طرف من الاطراف ممكن جدا محمد شريف او صلاح محسن وتعدل الملعب شويه، تلعب اتنين ديفندر قدامهم ثلاثه تحت بوالي. احنا محتاجين بوالي في ال 18 بيلعب بدماغه كويس، محتاجين اطراف بتطلع بشكل كويس عربية. وكمان على المستوى انا شايف على المستوى الدفاعي ماشيين بشكل جيد، ما عندهمش هم خطوره. لكن انا على مستوى الهجوم لازم يكون في كثافه اكتر، ولازم نستغل الاجناب بشكل افضل بوجود طرف اذا كان صلاح محسن او محمد شريف، ولكن برضو لازم نحرص من هجماتهم المرتده. أكيد. كابتن عادل، الاهلي مستحوذ الشوط الاولاني، ايه اللي يعمله مستر موسيماني الشوط الثاني عشان يحسم الماتش؟ هل هيلجا لتغييرات مبكره؟ يعدل في الثلاثه اللي قدام ازاي سريعا؟ لانه خسرانين قفشة، احنا خسرانينه في ناحيه شمال في السرعات، هو مش بتاع سرعات. لازم محمد شريف يكون متواجد، علشان انت لو بتلعب الأربعة ثلاثة ثلاثة ديت وبتعمل حرية للثلاثة المهاجمين لازم يكون فيهم حتة السرعات. محمد طار عنده سرعات، بولي عنده سرعات، قفشة ما عندهش سرعات، فيجب انك انت ممكن تنزل محمد شريف وتشيل واحد من نص الملعب، ولو يكن حمدي فتحي لانهم هم ما لهمش يعدل الملعب كبير. حمدي فتحي وتلعب مكانه وتنزل مكانه قفشة تحت وتلعب محمد شريف مكان حمدي فتحي، وتقدر تلعبها 4-3-3 وبسرعات محمد شريف زائد محمد طاهر زائد بواليا ممكن تحسم المباراة بإذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الأهلي بالفوز إن شاء الله الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة ثانية بعد نهاية المباراة، أرجوكم انتظرونا.